بسم الله الرحمن الرحيم. دروس الكورونا. يا أيها الأقوام الغافلون عن رسل الوباء والكورونا، كم حمل الداء لنا من حكمتي، صحت بها الأفهام بعد علتي، فكان هجر النادي والمقاهي تبصرة لكل مرء ساهي، كي يلزموا بيوتهم فيسلموا، ويلتقوا أبناءهم فيغنموا، وينتهوا عن غيهم والغفلة، ويعزموا العودة لرب العزة. وكان إغلاق بيوت الله تذكرة للعابد الأواهي، من ظن جهلا منه أن الطاعة حكر على الصلاة في جماعة، فشذ عن طريق الاستقامة مستكبرا وضيع الأمانة. تراه كالملاك في المساجد وخارجا يصير مثل المارد. ومن دروس الداء يا إخواني تسليمنا الأمر إلى الديان، إيمانا بالقضاء من خير وشر، كل صغير وكبير مستطر. كذا لزوم الأخذ بالأسباب بذا قضى الرحمن في الكتاب، فواجب أن نبذل العناية متبعين مسلك الوقاية، وفيه تحفيز لخير أمتي كي تستعيد راية القيادة، ونحيي العلوم والفنون فنسترد مجدنا الدفينا. وقبل حمد الله والسلام على النبي أفضل الأنام، فلتسمعوا ثلاثة الوصايا لتسلموا من وطأة الرزايا. أولها تجديدنا للتوبة وهجرنا للذنب دون رجعة، كذا جميع الصدقات نافعة، مصارع السوء بحق دافعة، وبسطنا الأكف بالدعاء لله رب الأرض والسماء، بأن يقين شر هذا الوافد وشر كل ماكر وحاسد. فالله وحده مزيل الداء ورافع الأسقام والبلاء، فالله وحده مزيل الداء ورافع الأسقام والبلاء.